والكلمة الآن الكلمة الافتتاحية لمعالي الرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلاة وسلاما على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة رؤساء وقيادات المؤسسات المغربية والدولية والإقليمية، أيها الإخوة والأخوات، أيها الحفل الكريم، سلام من الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن أتحدث في هذا الجمع الكريم باسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مرحباً بكل الحاضرين الذين لبوا الدعوة من أجل المشاركة ودعم كل الجهود الرامية إلى نمو وازدهار الاقتصاد المغربي في هذا البلد العزيز. واسمح لي بداية أن أعرب عن جزيل الشكر لصاحب الجلالة حفظه الله ولشعبي وحكومتي هذا البلد العزيز على ما يبذلونه من جهود موفقة للنهوض بالاقتصاد المغربي وعلى إنجاح مسيرته التنموية. والشكر موصول إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات على تعاونها وعلى التنسيق من أجل تنظيم منتدى شراكة دوفيل للاستثمار، سائلاً المولى تعالى لهذا المنتدى النجاح، كل النجاح لما يحمله من أهداف تسعى إلى النهوض بالاستثمار في المملكة المغربية. إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لا تعبر عن دعمها الكبير لهذا المنتدى الذي يتوافق مع أهداف المجموعة ومع الجهود التي تسعى المجموعة من خلالها إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في دوله الأعضاء. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في نطاق شراكة دوفيل التي أطلقتها مجموعة الثمانية في عام 2011 ميلادية، والتي تولى البنك أعمال أمانتها خلال العام الماضي. ويأتي هذا المنتدى متابعة للمؤتمر الذي عقد في لندن خلال شهر سبتمبر 2013 ميلادية. أيها الأخوة والأخوات، لقد شملت الأولويات التي قامت عليها شراكة دوفيل السعي إلى دعم الاستقرار وخلق فرص التشغيل والمشاركة والحوكمة. ومن هذا المنطلق فإن تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي يمثل في نفس الوقت الهدف والوسيلة التي من خلالها يمكن للاقتصادات التي شهدت بعض الصعوبات أن تستعيد عافيتها وأن تؤسس إلى نمو شامل ومستدام. ومن هنا كانت أولى الخطوات التي اتخذتها شراكة دوفيل كدعم المبادرات القائمة
من أجل تشجيع الاستثمار في هذه الدول، وكذلك إنشاء بعض الصناديق الرامية إلى تقديم العون الفني وإلى تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعبر هذه الخطوات وغيرها تتطلع شراكة دوفيل إلى أن تزداد الاستثمارات الوافدة على المملكة المغربية من دول مجموعة الثمانية وتركيا ومن دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لهذه الشراكة. أيها الإخوة والأخوات، لا تزال التحديات التي تواجه دولنا الأعضاء تزداد وتتنوع بتنوع المصاعب التي يواجهها العالم بأسره على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبالتزامن مع ما تفرضه الظروف الحالية من عوائق ومصاعب، اختلفت الآراء والرؤى حول طبيعة الحلول والآليات التي يستدعيها الوقت الراهن من أجل المضي نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وبالرغم من ذلك، فإنه أصبح من المعلوم لدى الجميع أنه لا مناص من تضافر كل الجهود الممكنة من أجل مراجعة الاستراتيجيات السابقة، ثم السعي إلى وضع منظومة تنموية جديدة تكون رفاهة الإنسان وكرامته شعارها الأول وهدفها الأسمى. لقد أثبتت الأحداث المتسارعة الأخيرة أننا في أمس الحاجة إلى تعميق التشاور والحوار حول القضايا التنموية المختلفة بهدف بلورة مواقف منسقة تجاه الأوضاع الراهنة التي تعجز عن مجابهتها أي دولة منفردة. ولعل من أهم ما يصبو إليه هذا المنتدى الذي يجمع ثلة من خيرة الاختصاصيين وأصحاب الخبرة هو تنسيق الجهود من أجل دعم الخطوات الهامة التي اتخذتها المملكة المغربية في مجال تشجيع وتدفق الاستثمار. أصحاب المعالي، أيها الإخوة والأخوات، إن هذا المنتدى الرامي إلى مزيد التعريف بما تزخر به المملكة المغربية من خصائص جغرافية وبشرية وثقافية واقتصادية يمثل فرصة من أجل جلب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا البلد الذي جمع بين سحر المحيط الأطلسي ودفء البحر الأبيض المتوسط، وغدا في الحقيقة مهدا للحضارات ومصدرا للابتكار والإبداع. وفي الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول العربية والإسلامية تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تميزت المملكة المغربية بقدرتها على تحقيق نتائج تنموية إيجابية. وهذا ما تعكسه مختلف المؤشرات التي تبرز أن الاقتصاد المغربي قد سجل تحسناً ملحوظاً أفرزته العديد من الإصلاحات الهيكلية على مدى الأعوام السابقة. وبفضل هذه السياسات الحكيمة والخطط التنموية القطاعية المحددة
وكذلك الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تمكن الاقتصاد المغربي من تفادي الكثير من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. أيها الأخوة والأخوات، تشير مختلف التقارير والدراسات إلى بوادر إيجابية جدا تجعل من الاقتصاد المغربي وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين. فعلى صعيد الاقتصاد الكلي شهد عجز الموازنة تقلصا ملحوظا من 7.3% من الناتج الإجمالي الخام في عام 2012 إلى 5.4% في عام 2013. كما واصل المغرب تحكمه في نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1.9% عام 2013 ميلادية. أما على مستوى الاستثمار فقد حافظ الاقتصاد المغربي على حجم استثمار مرتفع ناهز 34.7% من الناتج الداخلي الخام. ساهم فيه بالأساس النمو السريع للاستثمارات في القطاع الخاص. كما تحسن ترتيب المملكة المغربية في مجال مناخ الاستثمار، حيث أنها تقدمت 8 مراتب في ظرف عام حسب تقرير مناخ الأعمال 2014 الذي أصدره البنك الدولي. وقد ارتكزت السياسات التنموية في مختلف القطاعات على الاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية لتدعم الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الأجانب، محققة ارتفاعاً بنسبة 24% ما بين عام 2012 و 2013 ميلادية في الاستثمارات الخارجية التي بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي. وبإقدام المملكة المغربية على إعداد منظومة متكاملة ومندمجة للاستثمار من خلال تهيئ نصوص قانونية ترمي إلى إصلاح مقتضيات ميثاق الاستثمار وإلى تعزيز قدرات وأدوات عمل بعض المؤسسات في هذا المجال كالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمراكز الجهوية للاستثمار، فإنها أرست دعائم اقتصاد عصري ومتماسك يلعب فيه الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي الدور الأهم في النمو. كما تشكل الإصلاحات القانونية الأخرى التي أقدمت عليها الحكومة المغربية حافزاً مهماً لجلب مزيد من الاستثمارات، من شأنها أن تدفع بعجلة النمو في المملكة وتساهم في خلق المزيد من فرص الشغل. وفي هذا الإطار يعد تشكيل الهيئة العليا لإصلاح القضاء ومشروع القانون البنكي الذي خصص باباً خاصاً بالمصارف التشاركية ومشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أهم المكاسب التي يحق للمملكة المغربية الاعتزاز بها. أيها الإخوة والأخوات، إن انفتاح المملكة المغربية على الجوار الأوروبي لا يقلل من أهمية تجذرها في البعدين
المغاربي والإفريقي. فعلى الصعيد المغاربي يعد اندماج دول منطقة المغرب العربي واحداً من أهم العناصر الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي مقابل التحديات الكبرى التي تواجه بنفس الحدة تقريباً وبشكل أو آخر كل دولة من دول المنطقة، يشير بعض الباحثين إلى أن عدم الاندماج الاقتصادي والتجاري وعدم تفعيل الدور الاقتصادي والتجاري لاتحاد المغرب العربي يضيع على هذه الدول فرصة تحقيق 2% إضافية في نسبة النمو. كما تشير تقديرات البنك الأفريقي للتنمية في عام 2012 ميلادية إلى أن اندماج دول المغرب العربي قد يزيد من التجارة في القطاع الفلاحي بنسبة 45%، وفي باقي القطاعات بنسبة 20%. كما أنه قد يزيد الاستثمارات الخارجية بنسبة 34%. وعليه فإن اندماج دول المغرب العربي يعد الخيار الاستراتيجي الأنجع في هذه المرحلة الانتقالية نحو اقتصادات أكثر نجاعة وأكثر نمواً. ولعل اجتماع رجال الأعمال المغاربيين الذي عقد بنجاح الشهر الماضي هنا بالمملكة المغربية يعد خطوة تستحق كل الإشادة وكل الدعم وكل المساندة. أما على الصعيد الإفريقي، ففي الوقت الذي تمثل فيه السوق الإفريقية فرصة هامة للرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي، تبقى الدول الأفريقية خاصة في جنوب الصحراء في أمس الحاجة للاستفادة من الخبرات والتقانة المغربية في شتى المجالات الإنمائية. ولا شك أن الزيارة الممنونة التي يقوم بها حالياً صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى عدد من الدول الأفريقية تؤكد وعي المملكة المغربية بما تمثله القارة الأفريقية من فرص استثمارية للقطاع الخاص المغربي. وقد شهدت شخصياً خلال زياراتي إلى عدد من الدول الأفريقية الأعضاء في البنك العديد من الاستشاريين والمقاولين المغاربة الذين أثبتوا جدارتهم في تنفيذ العديد من المشاريع. كما لا يفوتني التنويه بما أنجزته الجمعية المغربية للتضامن الطبي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ حملات علاج المياه البيضاء للعديد من فاقدي نعمة البصر في عدد من الدول الأفريقية. كما أشيد بالتعاون المتميز بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في توفير فرص التعليم للعديد من الطلبة الأفارقة في الجامعات المغربية. أيها الحفل الكريم، منذ أن كانت المملكة المغربية من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية في عام 1974 ميلادية، حرص البنك على إنشاء علاقات متميزة مع المملكة المغربية، حيث بلغ حجم التمويلات التي وافقت عليها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى حد الآن حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي. وقد شملت هذه التمويلات مشاريع تنموية بمبلغ يناهز 2.4 مليار دولار، في حين بلغ حجم تمويل التجارة
3.2 مليار دولار، بالإضافة إلى عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي فاقت 200 مليون دولار. وإننا لنتطلع إلى أن يستفيد القطاع الخاص المغربي من التمويلات التي توفرها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعد انضمام المملكة المغربية إلى هذه المؤسسة مؤخراً، وتجسيداً لعزم كل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمملكة المغربية على مواصلة وتعزيز التعاون بينهما، تم خلال الشهر الماضي توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحجم تمويل يقدر ب 2.4 مليار دولار أمريكي. وبناء على المشاورات بين الطرفين، تم تحديد محورين أساسيين وآخرين أفقيين للتعاون. أما المحوران الأساسيان فهما تعزيز التنافسية التجارية والتنمية الريفية المندمجة، في حين يتمثل المحوران الأفقيان في تطوير القطاع الخاص والإفادة من المعارف والخبرات، ولا سيما في نقل التجارب المغربية المتميزة في مجال إدارة الموارد المائية ومراقبة جودتها والسدود التلية واستغلال الثروات المنجمية. ولا يفوتني هنا التأكيد على الاستعداد التام للمكتب الأقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط على التعاون مع كافة الشركات المغاربية ورجال الأعمال المغاربة للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة في الدول الأعضاء ولا سيما الدول الأفريقية، كما أن المكتب الأقليمي أيضاً على أتم استعداد لجميع رجال أعمال وسيلات الأعمال من خارج المغرب للتعاون ليس فقط فيما يتعلق بالمملكة المغربية بل أيضاً بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لا سيما في القارة الأفريقية. أيها الأخوة والأخوات، أجدد شكري وامتناني لكل القائمين على تنظيم هذا المنتدى، راجياً من الله العلي القدير أن يحقق الأهداف التي نتطلع إليها جميعاً، وأن يسهم هذا اللقاء إن شاء الله في تحقيق ما نتطلع إليه لدعم النمو والازدهار في هذا البلد العزيز. شكراً لكم جميعاً، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.